لزيارات الأهل والأقارب وأمام المحارم. المرأة لا تلبس البنطال ولا الثوب الضيق، إنما تلبس الثوب الواسع الضافي الساتر إذا خرجت. إذا كانت عند رجال محارم لها تكشف أطرافها، ما تحتاج إلى كشفه من القدمين والكفين والوجه والرأس، ما في بأس عند المحارم. ما عدا ذلك الساق والعضد، وهذا ما تكشفه عند أحد إلا الزوج فقط. نعم.